طبعا اسراء قبل ما نبلش انا من الحين اقول لك ان انا اللي راح اغلبك في هذا التحدي لان اليوم معاي مدرب المشاهير النجم في مجال البادي بيلدينج وكمال الاجسام الاستاذ عبد العزيز الصايغ. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا. دقيقه يا نشمي نسيت تضيف ان اطلع بخلطات ويطلع ويطلع في التلفزيون ويقدم برامج ووايد اشياء احنا ما كنا نعرفها عن مواهب عد وغربت. يعني هذه كلها راح نتحكي عنها اليوم. بدايه معانا ليش بديت من عمر 16 سنه خاصه في مجال البادي بيلدينج؟ ليش ما بديت مثلا بالطبخ؟ ليش ما بديت بالتمثيل في التقديم التلفزيوني اللي انت متجه له ان شاء الله؟ ما حد كان مكتشفني يا ابو جاسم. ما حد كان مكتشفني. دشيت البادي بيلدينج فزت بطوله بريطانيا ان كان عمري 16. هني اكتشفوني كان يلقطوني لقطه قالوا خلاص خلي بالبادي بيلدينج. لا لا ما نبي البادي بيلدينج ولا الخرابيط هذا ولا شيء. كانت بطوله بريطانيا بس عشان طيب خاطري. عرفت؟ عشان اقول والله اللي دشيت بطوله فزت عشان ترتاح نفسيا ان انت سويت انجاز في مجالك اللي انت تحبه. حق نفسي. اي والله جد. بس الناس بعد ترى ما تدري ان انت اهتمامك الاكبر ترى بالموديلينج مو في لعبه كمال الاجسام. اهتمامي بكل شيء جاسم. اهتمامي ان اوصل معلومه للناس احببها بالهيلث والفتنس بالرياضه وبشكل عام بالاكل الصحي. انت تشوف ان الناس اليوم فعلا تغيرت صار عندها اهتمام بالاكل الصحي؟ واعيه بشكل خيالي. يعني بس الجيل الجديد لا، حتى الجيل القديم قام يخلد الجيل الجديد. شلون؟ اسالني شلون يقبض اي شيء مثلا حليب، يبي يشوف خالي دسم، يبي يشوف شنو النيوتريشن فاكس اللي فيه، كم الكالوريز اللي فيه ونسبه الفات شو يسمونه الحراريه اللي فيه، سعرات الحراريه، سعرات الحراريه اللي فيه، يبي يشوفون شنو في داخل المنتج. صح. قبل ما كانت موجوده الثقافه هذه، ما حد ياخذ قبل وياخذ الشغله ويحطها بالشيز ياكل. بس شنو سبب الثقافه المفاجئه هذه؟ هل انتم كنجوم البادي بيلدينج جبتوا لنا الثقافه هذه بالكويت؟ لا، ما اقدر اقول لك ان جبنا لكم الثقافه للكويت. ممكن نقول لكم ان وعيناكم شوي بالكويت. أيه. وعيناكم بالكويت. نقول لك يا اخوي يا ناس، ترى الاكل الصحي مو ممل، اكل الصحي مفيد لك، ولا تخاف من تحط لك شويه مثلا اوليف اويل، زيت زيتون بارد على اكلك، تحلي اكلك تبي تاكل صح ولا لا؟ لان الناس حاطه في بالها ان الاكل الصحي ماسخ وما له طعم ويوع وفي حرمان علشان انت تضعف وتوصل للوزن. ليش تروح شلنا اكل مستشفيات الناس حسبان؟ صح. زاوي معود. لا بالعكس. صح. صح. ضبط اكلك، حط لك شويه بابا، شويه سيزنينج. هذه دعايه حق سبايس. هذه دعايه حق هيلث ليشس ولا مو؟ لا حق هيلث ليشس، حق ولادي ولدي هيلث ليشس. خلينا نتكلم عن ولدك هيلث ليشس. اي ليش لا؟ ايش معنى هيلث ليشس؟ هيلث ليشس ايش معنى بهالوقت الحين؟ انا اقول لك هيلث ليشس هيلث معناته صح. صح. ليشس معناته شيء لذيذ. أي. جمعتهم مع بعض. أي. لما جمعتهم مع بعض حبيت أجيب شغلة للناس في الكويت، شيء شكله مو نفس أكل صحي. أي. طعمه ولا كنا أكل صحي. حتى المنيو مو مبين، يعني برجرز ما راح تعرف، باستات وستيكات. راح تأخذ لك أول جقمة. أول شنو؟ أول جقمة. أول جقمة راح تشك بالأكل. صح. وأنا هذا اللي أبي. هذا صحي ولا مو صحي؟ شو راح تقول؟ أي. تلعب بمخك صح. ولا مو صحي. بس انت راح تجي تجاوب نفسك، قول لي شلون ليش انت تاكل مرة تحس باي اتفاق؟ ما تحس بالتخمه هذه اللي ضيق خلقك عقب ما تاكل. صح. انه قلت عليك لا. أي. بالعكس راح تقوم تركض كأنك فراشة، كأنك ماي، راح تدش وتكوذ فلو. ايش معنى تكوذ فلو؟ يعني تروح مع الريح. تروح مع الريح على قولتك. فهذا الشيء اللي حبيت اوصله للكويت. يا شباب، يا عيال، يا جيل جديد، to avoid childhood obesity، يعني حق الجيل الجديد انه لا يصير. على فكره ترى عبد العزيز راح يسوي فيلم السنه الجايه، راح نسولف عن الفيلم عقب ما نروح حق اسراء ونرجع مره ثانيه. وين اسراء؟ وينها؟ الحين رايحين لها. خلينا نروح لها. اسراء لا تحاولين، لان اليوم ضيفي جدا مبدع الاستاذ عبد العزيز الصايغ اللي راح ينتقل فيني من المحليه الى العالميه، مدرب المشاهير اللي درب مشاهير العالم. ولا منهم مادونا، تيمبرلاند، جاستن تيمبرلاند، نيلي فيتادو، اوكي، ليوناردو دي كابريو، حلو، نيكوب
شواشنيجر فروم بوسي كات دولز. ابي شعورك لما تدرب بالمشاهير مشاهير العالم هذولي، شنو تحس لان هم عندهم الثقه، حاطين ثقتهم فيك وتدربهم؟ انا اقول لك من يدشون النادي ملعبي حلو، ساحتي مكانك، كلامهم ما يمشي كلامي يمشي حلو. ايش رايك فيها هذه؟ هذا اهم شيء. فهني انت تكون القائد تتحكم وتسيطر، راح يقول لك لا ما راح اقدر، تحاول تلف مخه فر وتخليه يقدر. حلو ممتاز، تعطيه الحافز ممتاز، تعطيه الدافع وتعطيه الموتيفيشن انه يوصل للهدف اللي يبيه. بس شو اللي يخليهم يثقون فيك عبد العزيز؟ يعني انت الناس اكيد ودها تعرف شنو 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 انجازات عبد العزيز، شنو الجوائز اللي اخذها. انا اقول لك، انا اقول لك يوم عن يوم هم راح يشوفون الفرق، فهني راح يتحفزون اكثر. النتيجه عليك نور. الاسبوع الجاي لا، اقاربهم وربعهم راح يشوفون الفرق. صح. وعقبها الاسبوع الثالث العالم كلها تقوم تشوف. فهني راح يبون يتطورون، يطورون يوقفون، يصير لهم حاله ادمان، يبون يطورون نفسهم بشكل خيالي ما يوقفون. يفرض عليك لما تدرب مثلا شخص مشهور عالمي ولا شخص يا عادل. محمد يا جاسم قول. فهني تقول لهم شنو؟ لا يوقف كمل واستمر وخلها تصير بدمك بالوريد العود. بالوريد وين؟ العود يكون الهيلث والفيتنس والرياضة والأكل الصحي بدمك. فيقول ما نبي العزيز الصايغ، يقول لك ما أبي إلا زي شريد الديزل مو بس عزيز الصايغ. شو أنا اخترت الاسم هذا زي؟ أنا أقول لك زي كان اختصار عبد العزيز. كنك دبور ها؟ صح. هنيك نحلة. نحلة. ماكو النحلة ما تقعد مكان واحد. زين. هنيك ضبو زي. شريد الديزل لا، شريد الديزل من سماه الاسم فات جو. اوكي. اطلع بميامي بدون فانيلة. مستانس كاشخ. شايفني مقطع، شايف يسميني شريد الديزل. وديزل عندهم بامريكا ايش معناته؟ مصك. شو تقولون هنا بالكويت مصك؟ صح صح ولا لا؟ صح. بامريكا يقول لك لا ديزل. فمن كذي الاسم، من هني وصل. هني وصل الاسم. هذا كان الاسم متى سموني؟ 2007. 2007. انتشر تقريبا بالكويت وفي دول الخليج الدول العربية بهذا الاسم. ها اي والله اي والله. هذا اسم ديزل زين وهذا الاجتماعي. اي ما كان حتى عارفين اني عربي. قول ليش؟ ليش؟ اول سنة بالكويت ما كنت اعرف عربي. من عرفت عربي صار داهية تغيرت. اي كنت يعني قادر اعبر عن شعوري. تخيل قبل احاول مثلا اتكلم معاك اوقف ادور الكلمة اللي تعبر عن الكلام اللي تبي تقوله، ادورها صيدة مصيدة. صح. واصيدها واعطيك اياها. من اعطيك اياها اقول صدق هذا اللي اعطيته كلمة صدق صح ولا لا؟ ما اعرفه. شلون طورت نفسك بالعربي؟ شلون خوش سؤال. تغير هالشيء. اشتغلت بالمطعم ديليشس، فاحتكيت مع الناس. احتكيت مع الناس. الناس قامت تدش لنا تقول لك شنو بالبرجر هذه؟ شلون برجر صحيه واكلها بامبله؟ قلت له حجي اسمها بامبرجر. ايش معناته؟ البرجر تفجير. ايوه. هني طالعني وانا طالعه يقول لي تفجير برجر؟ ياخذ بعد جقمه يقول لي اي والله صدق تفجير. شو تسميها؟ قلت له بوم بوم برجر. لا 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 عطها شعور بوم بوم برجر بوم برجر. انا تفجر هني خلاص. اي شو اسمه تشوفه يقوم يرجع هني يتعدل عربي. أي. يقول لك زين شنو الصوص اللي داخله؟ اي الصوص سري. زين طالعين كذي شلون طالعين صوص سري؟ شلون سري؟ قول لي شلون سري؟ خلطات سرية. يصير عنده فضول لأن الطعم ساحر الطعم. بالعكس ايش الفضول هذا ايش اقول لك؟ يعطيك انت حافز ترى المطعم انك تطور. صح. وعلى فكره يا ابو جاسم اذا وصلت مرحله انا شلون اشتغلت بمطعم؟ كني اشتغلت مع واحد قاعد احاول اعدل جسمه. تحاول تعدل جسم واحد من اذا يبي يجيس يزيد وزن. لا مو كذي. من خلال الاشتراكات الشهريه. لا مو كذي يا ابو جاسم. الشيء اللي بيوصلك ان اذا تبي تعدل جسمك سواء تبي تجسد او تنشف سهل. أي. بس تحافظ على الكواليتي صعب.
يعني سهل توصل لهذا الشيء بس صعب انك تحافظ عليه. نفس الشيء بالمشروع. صح. ونفس الشيء مع اللاعبين الجدد اللي داشين لهذا المجال وما عليهم رقابه وقاعد يخنبقون بالمكملات الصحيه والمكملات الغذائيه، فشنو تنصحهم؟ شنو تقول لهم؟ هل لازم يكون في احد يشرف عليهم ويحط لهم نظام صحي، نظام اكل معين؟ راح اقول لهم تعالوا محشوا الديزل ستيشن. ايه هذا ولادي الجديد، انولد الشهر اللي طاف، سوينا عليه افتتاح عاد. يبنى بطل عالم كايبرين. ممتاز. يبنى رابرز مغنيين من البحرين طبعا ومن الكويت. أي. وانا نفسي كنت الهوست، انا كنت المدير. حلو. بطلنا المحل شو ديزل ستيشن، مكملات غذائيه، نعطيك الشيء اللي بس لازم لك انت، لازم لك. ما تطلع كوشة مو عارف ان الله حطك. الشيء اللي يصلح حق جسمك يصلح حق النتيجه اللي تبيها انت بالنهايه. وهذا الشيء ايش اللي راح تشوفه بشو ديزل ستيشن؟ نفس الاغراض اللي اعطيها حق الناس اللي ادربها. طبعا الحين انت قاعد تجهز مجموعه من ابطال العالم في مجال كمال الاجسام لبطولات قادمه، شنو البطوله هذه وش معنى اختاروك انت انك تجهزهم؟ والله يا ابو جاسم هذا ايام قبل اجهز ناس حق البطولات. الحين ما قمت تجهز؟ الحين لا، الحين اي كونسلت، عندي مدربين. اي انا ادزهم للناس اللي يبغوا يدربون يعدون جسمهم. يعني انت توجه اللاعب حق المدرب واشرف عليهم. تشرف عليهم. واشرف عليهم. أي. عليك نور اشوف. أي. شون اذا تعصلقوا او مثلا ما اعرف في لغز مثلا ليش شو اسميها لغز، انا اقول لك كم مره تشوف واحد يضعف. اي ينزل، نزل اول اسبوع كيلو. حلو. ثاني اسبوع كيلو وين؟ ثالث اسبوع يوقف ما ينزل. ما ينزل. أي. هني تقوم تفك اللغز. هاي تصير معي شخصيا. حد هذا علي انا. عرفت؟ انت تحلها. اولى كذي. انت تحلها. تقول لهم فكينا. اعتقد واضحه، اعتقد واضحه ان احنا اللي فزنا بالتحدي. وراك ما تشوفونا من صدقك انت يا ابو جاسم. وضيفتها. اتمنى انه يكون الحكم عندكم عادل وتقررون بالنهايه منو فاز، انا وعزيز ولا اسراء؟ انطفى الليت جيم اوفر.